يا البطل وديت جدنا كل دقيقة تسيد محبتنا لمنين العين حميتي بيتنا والله ملخوف. هذول اللي تتفقوا معايا في التقديم ما نعرفش عبده إذا كان مش نحكي الكورة وإلا لأنه ما فماش كورة في بعض الملاعب التونسية. خلي العنوان الكبير نقول لك أنا الليلة وهو في شكل تساؤل، هل نحن في بطولة محترفة أم في بطولة منحرفة؟ هاشم عباس مرحبا بيك لاعب الملعب التونسي، عندك إجابة لتساؤل عبدو؟ مرحبا بيك شاكر ومرحبا باللي تفرجوا فينا كل. صحيح محترفة ولا منحرفة هاشم؟ محترفة دون ان سونس وفما برشا انحراف زيادة، الواحد ما يكذبش على الناس. ان شاء الله في الحصه تنزيدوا نحكيوا بالكدي على شنو صار بالكدي. انيس البوسعيدي نجم المنتخب الوطني السابق والمحلل، مرحبا انيس. شكرا، مرحبا بيك بالحضور وبكافه مشاهدي حنا بعد. ان شاء الله نحكيوا كوره اليوم. اوكي، تتصور باش نحكيوا كوره؟ بون نحكيوا كوره لكن ما لازمش نغض النظر على اللي صار اللي ندوا به الناس الكل. به سابقة خطيرة، خلينا نقول مش سابقة لكن اللي شفناه الحقيقة الصور مؤلمة برشا، ومعناتها نتأسف أنه تتعدى للرأي العام الرياضي معناتها بصفة مباشرة في القنوات التلفزية. صور مؤلمة برشا كأنه مش في تونس، كأنه ما نعرفوش بعضنا، كأنه ملاعبيتنا ما يعرفوش بعضهم. أتوا من بعد هاشم يعطينا فكرة على الشيء اللي صار لأنه كان موجود ولاعب في الملعب التونسي. نحب نرحب أيضا بسيد أحمد بن يوسف الناطق الرسمي للمستقبل الرياضي بالمرسى ورئيس لجنة كرة القدم. مرحبا سيد أحمد. مرحبا بك وتحية للمشاهدين وتحيه للجمهور الرياضي. عنوان للشيء اللي صار في مباراتكم؟ العنف 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 والرياضه قعدت على جنب. به خلينا نبداو بالرياضه بالمقابله اللي ادت للاحداث الاخيره في ملعب بارد وتعادل الملعب التونسي مع المستقبل الرياضي بالمرسى في هذه الصور، ومن بعد نرجع نحكي اكثر. ربحت في بلادك لهنا يظهر لي صعب. صحيح كلامك صحيح، فهمتني، مادام ما نربحوش ديما تصعب، واحنا مطالبين ديما بثلاثة نقاط، اليوم تحصلنا على نقطة ما تخدمناش حتى طرف، لكن ايش تحبني نقول لك فهمتني، كي الكرة ما تحبش تدخل ايش تحبني نقول لك فهمتني، ما لازم نقول حتى شيء فهمتني، هذاك هو سي لو فوتبول. صعيبة عندها برشا، مادام الأمل مازال موجود صحيح تو برشا ناس باش تقول تضحك عليك، نقول الأمل مازال موجود، ما الأمل مازال موجود، مازالوا ثلاثة ماتشوات. احنا باش نكملوا للاخر والمقدر وربي تو يسير، ما منتخيلش حتى ملاعبي اللي اليوم قصر ولا ما حبش يربح ولا يظهر لك. تشوف خويا أربعة خمسة جوارات يبداو قدام الكاج، الكرة ما حبش تدخل، الله غالب، مازالوا عندنا ثلاثة ماتشوات، الأمل مازال موجود وإن شاء الله باش نمشيو للاخر واللي مكتبه ربي تو يسير. بالحق الملعب التونسي خسارة 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 وكان بالحق تطيح. الفريق هذا نتاع التونيزيان
اللي ملعبيه تقبض الملايين فيهم برشا، وكان جيتهم هون يلزم هما يجيبوا الملايين جدتهم هذول الصغار. تونيزيا قلت لهم سنوات وما حبوش يفهموها. أولادي راكم ماشيين في الثنية هذه جمعية بتطيح تحت الميلان وتحت غيرها. وهذو جاء تونيزيا حتى فريق مخدم ضده اللي طيحوها على حبة ولو أنا منه تغيظ، فهمت؟ تغيظ واحد مي مادام لزيتوا رواحكم. هذيك النتيجة. أنا اللي غاضني أكثر من كل شيء هو الشيء اللي عملوه مع فريق المرسى، مع الكل. فريق المرسى لعب الكرة نورمال وأكثر من نورمال، فهمت؟ جايين تضربوا في الناس معناها ترجع المات مركز البطولات اللي بيه ضرب تموريني بتيران. كان هذا تصريح السيد أحمد المغير بأكيد أسطورة واسم كبير في الحديقة متاع الملعب التونسي وفي كل البارد والمناطق المجاورة والأحباء متاع الملعب التونسي. وقت اللي يتكلم سيد أحمد المغير بيذولي ناس كل لازمها تسمع عبده. أكيد سيد أحمد المغير يعني اسم على مسمى ورجل يعني بأتم معنى الكلمة على المستوى الرياضي وعلى مستوى علاقته بالملعب التونسي وأكلامه في الصميم، ورجل صريح ورجل يقول الحق ويقول الكلمة اللي يلزمها تتقال. أحمد المغيربي يتحدث متألم وقال الحقيقة أنه أزمة الملعب التونسي وجزء من أزمة الملعب التونسي في الأحباء. واليوم نحكيه على أزمة أخرى لأنه هناك تراكم للأزمات في الملعب التونسي. هذا الموسم الثالث للفريق يعاني من أجل ضمان البقاء، وبالتالي الأزمة كبيرة في الملعب التونسي، أزمة متفرعة. تخير شوية ترتيب الملعب التونسي كان معناتها سادس في نهاية الترتيب طبعا، لكن الأزمة موجودة. نحكي على الأزمة لأنه الأزمة موجودة، الأزمة المالية، أزمة الثقة، أزمة المنشآت، أزمة الديون، يعني أزمة التسيير. يعني أنا نكون ناس كل مطلعين يعني على وضع الملعب التونسي، لكن نعتقد أنه الملعب التونسي يعيش في أزمة مستدامة منذ مدة. ولكن الأخطر اليوم المشهد اللي شفناه البارح في برشة تناقضات صراحة. شفنا فريق يلعب تناقض بين شنو تناقض بين فريق يحب يمنع ويحب يحقق الانتصار، فما مجهود موجود على الميدان. البارح الكرة قالت لا للملعب التونسي على المستوى الرياضي، الفرص كانت متاحة، الفرص كانت موجودة للملاعبين بتاع الملعب التونسي، ولكن عدالة الكرة ساعات يعني عندها رؤية أخرى. البارح حقيقة أخرى في الميدان. برافو للمستقبل الذي بالمارسة اللي احترم الميثاق الرياضي، وهذا مهم جدا. صحيح. لابد أنه نحييه احترام الميثاق الرياضي، لأنه المسألة في نرجع ونحكيه بعد عبدو على الميثاق الرياضي كيفاش احترمه مستقبل المارسة، لأنه زاد فما بعض الاتهامات قلت فريق مستقبل المارسة تو بعد، ولكن حب حتى تو قلت معناتها 7 ملاعبين أساسيين ما شاركوش في المقابلة هذية، وهذه نقطة استفهام سيد أحمد. بالنسبة للمقابلة هذية تاع الملعب التونسي معناها نعرفوها اللي موقع المقابلة مش تقع في ظروف معناها فيها نوع من الضغط خاصة في الطرف المقابل. وكانت الأسبوع متاعنا نحن كحضرنا المباراة متاعنا كانت تحت يافطة معناها احترام الميثاق الرياضي، وأهم حاجة خدمنا عليها هو في اتجاه هذا، باعتبار بالنسبة لنا في مستقبل المرسى معناها أنه منذ أسبوع أو أسبوعين كنا تجاوزنا معناها المرحلة الاختيرة وبدينا نخزو القدام معناها في اتجاه انه سيد احمد ماذا بيه جاوبني على السؤال هذا، معناتها على غياب 7 ملاعبيه اساسيين في المقابله هذه. باش نرجع لك على هذا، وبدينا دخلنا في مرحله تهيئه وتحضير المجموعه لبقيه الموسم والموسم المقبل، وكانت بالطبيعه فرصه باش معناها نشاركوا اكثر ما يمكن من لاعبين باش يتواصل هذا في المقابلات القادمه اللي تاع مستقبل المرسى لو طون دو جون تاعهم. وايفكتيفمون معناها بيان سور باش ثم ملاعبيه اللي جاء الوقت باش معناها بعد مده معينه ينجم يرتاح، ثم ملاعبيه يلزم تاخذ طون دو جون تاعها، لكن هذه هي فكرتنا. واضح، هذا استراتيجية تاعكم وانطلاق في الاتجاه هذا. تقعد للتاكيد والا للنفي في المقابلات القادمه مستقبل المرسى باش يختار انه يلعب باللاعبين المختارين. شاكر عندي ملاحظه في هذا الاتجاه سامحني، انه وجود الحارس يوسف طرابلسي هو وجود لمستقبل الرياضي بالمارسة، لأنه يوسف طرابلسي ربما بعيد شوية على الأنظار، ولكن الموسم اللي قدمه يوسف طرابلسي أكثر حارس صدى لضربات جزاء وضد الفرق الكبيرة، أكثر حارس قام بتصديات كبيرة في الموسم هذا، وحتى اللقطات اللي كنا نتفرجوا فيها أنه كان هو اللي وقف الصاد ووقف عديد الفرق في الموسم هذا. صحيح ربما اسمه يوسف طرابلسي مع أنه اسمه حلو ولقبه حلو، لكن ماهوش في جمعية كبيرة بالاسم يعني على مستوى النتائج، هذيك علاش ربما ما شفوهوش في المنتخب وما هوش ميديات
تكتيزيه برشا، ولكن كي نرجعوا بشويه عقل وبشويه حياديه، يوسف الطرابلسي من افضل الملاعبيه في الموسم هذايا، مش على خاطر حادث الاعتداء والتعاطف، لكن الحقيقه تتقال ويلزمها تتقال. به وتقالت الحقيقه. انيس البوسعيدي يقول القائل شنو ذنبه الجمهور هذا؟ الصور اللي قاعدين نشاهدوا فيها شنو ذنبهم جماهير الملعب التونسي انه يقعد يقاسي جمهور الملعب التونسي كل موسم؟ شوف ما تنجمش توا تقول اللي ما عندوش ذنب، الناس كل اللي اذا كان في الربح الناس كل مشاركه، اذا كان في الخساره الناس كل مشاركه، كي تشوف جمهور كيما كاين نتاع الملعب التونسي يبكي يحز في نفسي، كي نسمع سيد احمد يحكي على الاستاد التونيزيان كيفاش حتىش وين وصلت. قالك طيحها الجمهور نتاعها سيد احمد. هو قال طيحها ولكن هو منهم، هو يمكن يحكي في المطلق يعني لي ديسيزيون اللي خذاها مثال الجماهير، ما نعرفش التسيير، ازمه في التسيير، برشا حاجات اللي اثرت في مستوى الفريق خلته يلعب في يعني وصل للمستوى هذا. كي نشوف مقابله البارح، انا مقابله البارح يعني الفريق تحسن برشا، سورتو بعد اسبوع اللي تكاتفت فيه جهود الكل، الجماهير، اللاعبين، شفنا ديرينيوم اللاعبين، شفنا حاجات باهيه برشا، بوادر نتاع فريق يحب ينقذ الاربع مقابلات اللي صاروا، ديجا حتى في المقابله صار نتام باهيه وصل سجل هدف سليم جديدي، المرسى لعب يعني ما غير حتى بريسيون، والوليدات الصغار اللي جاوا لعبوا البارح يعني وبرافو ليهم، يلعبوا في كونتكست صعيب، في كونتكست في مقابله صعيبه، بورتون جماهير الملعب التونسي البارح حتى لاخر مقابله كانت اكزومبلير، او سيد احمد معايا يعني كانت اكزومبلير، كو سوا المسؤولين من حسن الحظ انه جماهير الملعب التونسي وديما كيكا جماهير الملعب للاسف كانوا مع فوالا. انا شوف كانت اكزومبلير، ما شفنا حتى شيء حتىش لاخر المقابله، بوم بعد نحكيوا على اللي صار في اخر المقابله، لكن الملعب التونسي اذا كان وصل لعمل الصعيب ضد فريق يعني ما غير حتى بريسيون يسجل هدف، بعدين اذا كان انت تحب تسجل الثاني لازم ديما اونغارد يعني الليكيليبر الفريق، اذا كان تقبل هدف على كونتر اتاك وديجا انت رابح واحد بلاش وتهمك برشا النتيجه، يعني هذه الغلطه وين صارت. بعدين في اخر المقابله يوسف الطرابلسي اللي ممكن كفر على الذنب نتاعو مقابله حملم فوقت اللي عمل الورقه حمراء اللي خسر فريقه، دونك في المقابله الاخيره قاعد يعطي 200% باش يمحو هكا ليماج اللي قاعد سورتو في مقابله حملم. دونك البارح الطرابلسي والديفونس سورتو يعني التشكيله كامله نتاع مرسى كانت اكزومبلير. بون سوء الحظ الملعب التونسي قلت لك عمل مقابله طيبه، لكن سوء الحظ هو اللي رافق الفريق، الفريق اذا كان وهذا اللي قاله المدرب معناتها قال الكره ما حبتش تدخل مع عباس. صحيح معناها احب جوست نكونفيرمي الكلام اللي قالوا له خاين الكل، خاطر فيو الماتش تاع البارح كي ترجع تفرج الملعب التونسي في الماتش تاع البارح، نحكي كرويا توا نحكي تكنيكمون معناها تفرج في الملعب التونسي وانت تحكي كرويا، ايش خليني نعطيك سؤال، يمكن اكثر حاجه مع تفنيه ناقصه الملعب التونسي اليوم ما عندوش شكون يحط كره في الشبكه، فريق يحب يمنع مره يمركي له هاشم عباس مدافع، مره يمركي له حمدي رويد مدافع، معناتها ما فماش خدمه في الكوتي اوفنسيف كبيره في الملعب التونسي تنجم تمنع. شكل المشكله الثانيه كوتي ديفنسيف زاد، اذا كان انت وصلت سجلت هدف لازم تعرف تستحفظ بيان سور. صحيح شاكن معناها بون عندنا الشيخ توري عندنا القلب هجوم تاعنا من احسن ما فما من احسن المهاجمين الموجودين في تونس الحقيقه، كان على حتى الورق على الورق وحتى سور بلان كاليتي معناها سي ان تري بون جوور الحقيقه نتاع ربي، ملاعب كبير برشا معناها انا نتنبأ له ينجم يمشي يقوى بالي اخرى ان شاء الله فهمت. وعندنا زاد ملاعبيه مثلا تقول زياد العنلي ولا سليم جديد فادي بن شوك معبيه معناها عندنا ملاعبيه باهيين في استاد يبقى ريوسيت مش موجوده في الملعب التونسي، يمكن مش ريوسيت سيرتو في الماتش اللي فات كما قلت لك فما حاجه تحس فما رجه صارت في الجروب، تحس الجروب نتاعنا دخل اكثر البعض ومسينا بعضنا حكينا ياسر مع بعضنا تلمينا اكثر مع بعضنا، فما عباد ينجم يقول لك سي ترو تاغ معناها مخر شويه صار هذايا في استاد مي بالرسمي معناها رانا تلمينا ياسر وحكينا برشا وهذايا اللي نعطيه لك النتيجه نتاع سامحني يا سي عبد السلام لونتام دو ماتش اللي صار في ماتش مرسى اون تري بيان اونتامي نوتر ماتش كان لونتام معناها اللي حضرنا له وبنينا عليه وخدمنا عليه بوندون سمان حتى الفاند ماتش كان يظهر لي مخدوم مليح معناتها السيناريو اللي شفناه في اخر الماتش تو تشوفوا الصور في الروبورتاج هاشم عباس ما نحبش نحكي برشا كوره في حضور صور كيما هذه الحقيقه ما نجموش نقولوا رانا بدينا باهين ولو فينا خايبين لانه وفات صور خايبه كاتاستروفيك لكره القدم التونسيه نشاهدوها جيد سيد احمد خلينا نشاهدوا صور نتاع الاعتداءات بالعنف في اخر المقابله ونرجعوا. We'll be right back.
بعد اخر نهايه اللقاء كان لاحظتوا معناها الجول تاعنا تعرض للاعتداء عنف كبير ياسر, وقمنا باش نمشيو نجري وراه بطبيعه الحال هذاك الملاعب تاعنا, والجمهور اللي كان غاديك معناها اعتدى علينا لفظيا بصفه غير معقوله وغير رياضيه. انسان دي يقتحطهم هما يضربوا فيه, انسان نتاع تهور كبير, ربي يستر معناتها شمش تكون عاقبتها الكارثه اللي صارت اليوم. اليوم مهزله كرويه كبيره. اللي شفت اللي كانوا ملاعبين تاع الملعب التونسي كانوا خايفين برشا وكانوا متسرعين, حتى في الاخر اللي عملوا ديركسيون اللي مزماش تعمل وضربوا ملاعبي اللي ان شاء الله يطلع لباس, خاطر اليوم الحياه وانجو ان شاء الله ما استناوش حتى يموت واحد باش نجموا ناخذوا حلول. هو راهم معناها جاو يجريوا الكل حب يهرب منهم معناها يدخل فيستير, وفما واحد معناها من برا مش من الجوارات طيحوا وهبطوا عليه يضربوا فيه الناس الكل. هذيك هي معناها ما ريتش شكون بالضبط, اما الاكثريه معناها نسمي معناها نقول لك الاسامي العكرمي ولا رير دروم تاعهم بن علي هذوك هما الوحود مشاو له يجريوا انا شفت, وحمد الرويد ظهر لي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون لاباس هو ولا غالب. هيك اللي صار لا خليني جاوب ميساج, خليني جاوب. يوسف دافع على فريقه صحيح, ما فما بروفوكاسيون في التيرا, فما يقول لنا والله ما نطيحكم اليوم, فما بروفوكاسيون لانه المهم لاعب ما تصيرش هكا. هو لعب على جمعيته صحيح, دافع على مريول جمعيته, اما فما بروفوكاسيون المهم ما تجيش منه. هو معناه يخسر لنا يقول لنا والله ما نطيحكم اليوم, شكونك انت باش طيحنا؟ والملعب التونسي اذا كاتب باش تطيح تو تطيح, اما ان شاء الله لا باش نمشيو للاخر احنا والمكتب وربي تو يصير. يوسف تعرض معناها لانتروماتيزم كرانيا, ضرب على راسه, فقد الوعي من الاول. فقدان الوعي كان مش مده طويله, وعملنا الفحوصات اللازمه, لوسكانير سيريبرال توراكو ابدومينال معناها بدنه الكامل ولاباس, وتو حالته مستقره وفي وعي ويتكلم وفايق بكل شيء, وان شاء الله باش يقعدوا مده 24 ساعه تحت المراقبه. المسؤولين نتاعهم ما شفنا منهم شيء الحق, لكن الملاعبيه اللي في وسط تيران الملاعبيه اللي ضرب مشتى واللي ضرب من على شنو عيب والعاكل من بار حديد مشيله هذه كوره ما زالت عيب. عباس نبدا معك, انت كنت حاضر, كنت واحد من الملاعبيه اللي توجهت لهم معناتها اسهم الاتهام في الـ في الـ في الفيتير هذايا في الصور هذايا. هل عيب انه حارس مستقبل المرسى يلعب الفير بلاي, يلعب بالميثاق الرياضي, يحافظ على الحق نتاع الجمعيه نتاعو في الانتصار, هل اصبح هذا عيب اليوم بالنسبه لكم؟ والله يا سيعه قبل كل شيء انا واحد من الناس باسمي وباسم اصحابي والملعب التونسي ندوا شيء هذايا فريمون كي تفرج توا حاجه بصراحه ما تصيرش معناها في الكوره, ما تربيناش عليها. انا واحد من الناس ما تربيتش على المشاهد هذيا, ما تربيتش نعيش هكا, ما تربيتش نضرب اصحابي معناها حاجات من ميسالش خلينا نعلقوا على التصاور ميسالش, لانه خلينا نعلقوا ونشاهدوا بالناس هذا ما فماش مشكل. شاكر سامحني ما نجمش كي نتفرج باش نشهر بعبيد تترينا معايا وليك معاه انا ميسالش انا ليه شاكر بصراحه معناها ما نجمش نشهروا بهم باش نعيشوا. نقول لك الجوار هذاك فلان الفلاني ويكس وجريج وما نجمش معناها كيما معناها صحيح اللي صار عيب واللي صار ما لازموش يصير في معناتها في حاجه من الحاجات من كلامك نجم نفهم اللي انت معناتها تدافع ولا تبرر. جميل لافيك نجم ندافع على مشاكل روحك الشيء اللي صار. انا ماذا بيا يوسف تو راهو في داره يتفرج فينا, نحب نطلب منه سماح معناها بورتون باش نحكي ونحكي على روحي, خاطر بعثت لي باش نشوفه معناها خاطر توجهت لي الاتهامات وانا ما عملت حتى شيء, وباش بالفيديو كان تحب شاكر باش نوضح لك اللي انا ما عملت حتى شيء وما نسيتش الشعره من يوسف. وديجا البارح كان عندي فيه بالنسبه لي انا كنت كلمت في وسيله اعلام وقلت 24 اور من البارح لليوم قلت كان فما وسيله اعلام وفما واحد عنده فيديو ولا تصويره فيه هشام عباس مس شعره بركه من يوسف طرابلسي انا مبطل كره القدم, نبطل كاريري من غير ما يشطبوا لي هما اسمي انا مش لازم نلعب. وفينا خاطر كي انسان عنده كونفيونس باش يحكي هكا, مانيش اليوم جاي شاكر بحذاك وانا نظره في الراجل وجاي بحذاك نعرف روحي على جاي معناها انا كان باش نجي بحذاك ونقول لك راني ما مسيتش الراجل ونبدا نتفرج في التلفزه نلقى روحي نظره في الراجل انا نضحك على روحي قبل ما نجي لهنا. الحمد لله نعرف روحي شنو نقول, الحمد لله نعرف روحي شنو عملت, وفما دي فيديو فما ناس اليوم قبل ما نجيك لهنا مشينا
سي غازي بن تونس معناها شوف بشاعة الصورة شوفوا بشاعة الصورة معناتها واحد طايح والرجال تضرب فيه بالتكلوات لا واحد لا اثنين لا ثلاثة لا أربعة فما اللي جاي يجري يونجاجي فما اللي جاي معناتها حب تعدع فس ومشى كأنه ماهوش بشر كأنه ماهوش صاحبهم يلعب في الميدان أنا صدقني والله وقت اللي نشوف الصور كي من هذية الحقيقة تخاف حتى باش تمشي تعمل معناتها كوفرتور نتاع ماتش صافي مالو كور سامحني عسلام صافي مالو كور أما تعرف في ماتشوات ستاد والمرسى تونسيون ديما طالعة مانيش مبرر مانيش مبرر نعاودها ألف مرة لينا ما نبررش اللي صار هذا ما نبروش وندوا بيه في الملعب التونسي وصحابي زيادة أنا باسم صحابي نطلب السماح رغم هما زيادة كلهم اللي أي واحد عمل حاجة رغم كلهم يطلبوا في السماح وكلهم يحبوا يلوجوا ويمشيوا له يوسف يحكيوا معاه ونحبوا نمشيوا له ونكلموه فهمت هو بحذيك مسؤول من مستقبل المرسى جيك عبدو هو بحذيك مسؤول من مستقبل المرسى سيد أحمد تشوف الصور تشوف تسمع في هشام عباس شنو يحكي يقول لك اعتذار اليوم نعتذروا ولو أنه هو ما عمل شيء معناتها حسب الصور الحقيقة معناتها باش ننزه هشام عباس ما عمل شيء اليوم كي نشوفوا الصور هذية معناها نشوفوا المقابلة والأداء بتاع يوسف طرابلسي معناها الأداء واحترام الميثاق الرياضي وفي الأخر نشوف يوسف طرابلسي يتعرض معناها للهجمة ذي والضربات هذية والعنف هذا المجاني اللي معناها وصل به إلى مرحلة معناها خطيرة برشا راهو معناها أنه فقد الوعي متاعه معناها وكنا مفجوعين برشا عليه هو إلى حد معناها ساعة متأخرة في الليل في المساحة ونحن نتبعه ونشوفه في الوضعية متاعه والصحة متاعه يوسف طرابلسي في عوض معناها يكون يقع توسيمه للميثاق الرياضي لأنه احترم خلاقيات الرياضية لتيك سبورتيف اليوم معناها نلقاو معناها لاعبين وظن ان برشا منهم ممكن ما لعبوش في استاد ولا ما عندهمش ما عندهمش تجربه مع استاد وما عندهمش فكره على تاريخ استاد ممكن لان انا هو باش نوضحوا سيد احمد انا كنت نقول حاجه سيد احمد باش نوضحوا على الاقل للسيد المشاهدين راهو مش كان في ملعب برد وصارت صور هذه راهو معناتها في الملاعب نتاع الجمهوريه الكل صارت اما الصوره هذه بالضبط. عندها معناتها بشاعه كبيره برشا حبيت نوضح حاجه خاطر هامه برشا اللي هو فانا في في في, في, في المقابله من جانب الهيئه المديريه والمعناها المسؤولين تاع الملعب التونسي كانوا معناها في اتزان كبير وكانوا عارفين قايمين بوجبهم وكانوا معناها في اخلاق عاليه جمهور يعني انا الشيء اللي نشوف فيه قبيلك الجمهور كي يبكي نتاع الملعب التونسي في الاخر يبكي معناها اللي خلى مستقبله مربوط بملاعبيه اللي في عود يلعبوا الكوره يستعملوا في العنف في الميدان منهم واحد اللي معنا اليوم اللي الحق انا نشوف معناها انه في وضعيه كيما كي هاشم عباس انت حتى الحكم مدونك في الفورق لا هوك هيش مع بيس اللي يعني خلنا نوضحه ثلاثة سمعني خلنا بدناش معناها مدون الحكم ثلاثة 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 من هاللاعبين هم القربي والعمدوني وهيش مع بيس وكل المعلومات اللي عندنا والكثير من معناها المعطيات اللي عندنا يعني اسمك موارد في كل معناها الأسماء المتداولة يعني معناها أنت اليوم سمعني أنت اليوم معناها أنا كشفت بحذايا اليوم حبيت نعرف منك أنت ملاعب كرة قدم ومحترف أيوة. تتنقل من جمعية ويمكن يكون عندك مستقبل رياضي باهي شنو معناها كيفاش تنجم تفسر انت كملاعبي في اخر مقابله وقت واحد قدامك يقوم بواجبه في الميثاق الرياضي بدون تجنج لك بدون تراخي لعب لك كما ينجم يلعب واني نرجع الكلمه اللي قالها السيد يعني يوسف طرابلسي افكتيمون كان سناب بالاداءات سناب نتاعو كان نجم يمشي فريق قومي خلي شوف سامحني ما مشاش فريق قومي مش خاطر المرسى صغيره على خاطر اللي لاهين بجهه الاخرى عينهم صغيره ما يشوفوش مليح لان هذا وذاك جزء اخر من مشاكل كره القدم تو نرجعوا له هاشم نحب نجيب سيد احمد ساعه خاطر هو اتهمني مباشره توا انا نحب نقول له سيد احمد كما قلت البارح انا تربيتي واخلاقي وانا متربي في جمعيه كبيره ونلعب في استاد جمعيه كبيره وراني متربي في نادي الصفاقسي يربيونا على الخير يربيونا على ما نعملوش الحوايج هذه يربيونا على نعرفوا نحترموا الناس احنا عباد اكبر منا نحترموها مش نضربوها عباد اكبر منا نحترموها نسلموا عليها ما تعرفناش تبدا مش نوصل نضرب عباد بالطريقه هذه مع كل احتراماتي ليك سيد احمد نجم انت تشوف اي فيديو وتنجم تشوف اي وسيله اعلام واي حاجه اي تواصل اجتماعي تلقى هاشم عباس مس شعره من يوسف طرابلسي علاش مال الحكم دون الاسم بتاعك دون اسمي مقارب. انا بصراحه انا حتى انا توا صادق سامي بصراحه عمل الماتش كوريكت يعني الى فيس مون بولو معناها كوريكتومون عمل الانتريمون ماتش كان منظم برشا ما عملش حتى شيء زايد كان باهي برشا الحكم في الماتش هذا في اخر المقابله وقت زفر هو انا دخلت
دخلت حتى ديجا جابوها في تيلي وكل مشيت سي صادق قال لي هيش مرد بالك وانا انتغ طون انا عارف خاطر طونسيون طالع نشوف اصحابي ماشي تجري انا جريت انا كان جيت خلطت انا الاولاني ما يصيرش في يوسف الطرابلسي هكاك ما يصيرش في يوسف هكاك البروفوني انا حبيت نخلط باش نمنع حاجه فهمت خاطر ظاهره طونسيون طالع خاطر برشا لي كوليس يمكن انتوما ما تشوفوش اما انا قاعد على البنك وانا قاعد على البنك معناها حتى ما عنديش وقت باش نخلط نضرب يوسف انا دخلت لوسطي انا وقفت مع سي صادق وجي با لو طون حتى باش نخلط نضرب يوسف فهمت انا كيما قلت له سيد احمد انا اليوم هاني هنا فما رابطه باش تتعين فما ناس باش تتكلم انا قسما بدين الله العظيم طلبت من الحكم انه ما يقيدرش في ورقه المقابله هذه المعلومه اللي عندي مشيت حكيت معاه الحكم قلت له راه ما تحطنيش في ورقه المقابله انا ما ضربتش انا ما ضربت هذيك الحقيقه انا قلت الحقيقه وانا نحب وطلبت منه انه ما يقيدرش في الورقه بتاع المقابله انا مريتوش بعد الماتش ما نجمناش نتحصلوا عليه فهمت على كل حال الاعتداء صار باش نعطيك الكلمه سيد احمد فقط عندي فاصل تعليق فاصل سيد احمد ونرجع لك للتعليق نتاعك باش نرجع ناخذ راي انيس البوسعيدي وايضا عبد السلام ديفال اكيد عندهم برشا ما يقولوا في الملف هذا فاصل اشهري ونرجع اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من سويعة سبور اكيد كنا نحكيه على اليسار احداث ملعب الهادي النايفر بين الملعب التونسي والمستقبل الرياضي بالمرسى سمعنا هشام عباس معنا سيد احمد باش نزيد نعطيك الكلمه فقط قلت لي عندك ملاحظه اي خاطر تعليق على رويد اللي يقول انه من يوسف طرابلسي خلال المقابله يستفز في الملاعبيه نتاع الملعب التونسي وكذا هذا من اخلاق يوسف طرابلسي ولا نجم هو معناها ينجم يكون معناها يثبت الشيء هذا وخاصه انه معناها باي حاله من الحالات ما يبررش باش يكون هو من اكبر المتهمين سي رويد هذايا معناها في الاعتداء على يوسف طرابلسي من سته منها ولا الخمسه لاعبين خلينا نسميهم احنا باش معناتها علي العكرمي رويد القربي لندلسي عباس هاشم وحافظ الاثاث نتاعهم يسمى محمد بن علي وفما ايضا قيس العمدوني حارس قيس العمدوني هذاك البطل الملاكم قيس العمدوني به عبده شنو تنجم تعلق على الشيء اللي قاعد نشوف فيه ولا الشيء اللي قاعدين نحكيو فيه اليوم في كرة القدم التونسية والمرحلة اللي وصلنا لها اليوم؟ اليوم ما نجموش نقعدوا في مجال الرياضة وفي مجال بطولة محترفة، اليوم نحكيو على انحراف حقيقي، اليوم تحولنا إلى إجرام، لأنه إذا كان نكون أنا في بلاصة يوسف طرابلسي وإلا في بلاصة خوه ولا أبوه ولا خاله ولا عمه ولا المسؤول عليه ولا مدربه ولا صاحبه، ربما كنا باش نكونوا مع كارثه انه كنا نجموا نفقدوا روح بشريه، كان النجم يوسف طرابلسي لا قدر الله ولا الاجال ربما اختارت نهايه ماساويه ليه كان ينجم يفارقنا يوسف طرابلسي والحمد لله هذا ما حصلش، لكن ما لازمش نقعدوا ونستناو ليلي يموت شكون وهذا السؤال في الميدان سامحني شاكر قرارات ليلي جوست فقط خليني نكمل الفكره سامحني شاكر ما نزلوش نقعدوا نستناو ليلي يموت انسان بشر في الملاعب نتاعنا باش نقولوا هو سي اليوم الكارثه لا يا سيدي اللي حصل جريمه باتم معنى الكلمه ويلزم الملاعبيه اللي اجرموا يتحملوا مسؤوليتهم لانهم اساءوا اولا لانفسهم اساءوا للملعب التونسي، الملعب التونسي مش ناقص مشاكل، مش ناقص ازمات باش يزيدوا عليه بالطريقه هذيك، واذا كان الكوره والربح بالطريقه هذه بالنسبه لي انا المجهودات اللي جروا به على يوسف طرابلسي ورا يوسف طرابلسي حقهم جروا به في الميدان، انا نذكر سير أليكس فيرجسون أول ما بدأ كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد كانت عنده لقطة ديما يقف ويشد المريول متاعه يتأسف على لقطة جاء أليكس فيرجسون قال له رانا نخلصوا فيك على كل مجهود تعمله وقت تشد المريول وتتأسف بالطريقة هذيك راك قاسبياج بتاع فلوس وبتاع إنرجي ماذا بينا القاسبياج بتاع الإنرجي هذيك تعمله في أكسيليراسيون في فراب في كذا شوف العالم المحترف وين أنا حبيت نربط الجارية اللي جراوها ورا يوسف طرابلسي علاش ما جاوش في الميدان؟ الاكسيليراسيون لأن مش معقول اليوم بصراحة فما انحراف، فما انهيار أخلاقي وهذا مش معقول، اليوم لازمنا نقولوا لا قوية كيفاش نعرفوها كيفاش نقولوها لا قوية؟ ولكن اليوم كيفاش نقولوها لا قوية عبد وقت اللي نحن نزلنا المقابلة تلعبت البارح مش بالانفعال ومش بالعياد توا لا مش بالعياد بالقرارات يلزم قرارات حاسمة فما 24 ساعة تعدوا ما لينا حتى قرار حاسم، نورمالمون تكون فما قرارات ثورية اليوم وقت اللي نشوفوا صور من هذه الجامعة وإلا الرابطة ما تستناش حتى نهار الثلاث تعمل اجتماع وتقعد وتفارش وتصور، نورمالمون هذه أمور واضحة
والله المشكل مش مشكل وقت راهو في تقديري، لأنه الأزمة موجودة اليوم. الناس كل متفقين اللي احنا على مشارف يعني أزمة كبيرة، ونخافوا انه نوصل النهار تيح روح باش نفيق وقت. لا يا سيدي، اليوم صحيح وحل الفاس في الراس، لكن اتخاذ القرارات راهو ما يكونش بالتشنج. ناخذوا وقتنا، راهو ناخذوا وقتنا ونحطوا الملفات ونحطوا الأمور بيناتنا، والناس كل يلزمها تقف اليوم باش ناخذوا قرارات حاسمه وجريئه. ولكن نراو القرارات يا شاكر مش مجرد نوقف ملاعبي، راهو توقيف ملاعبي ولا شطب ملاعبي ما يغيرش، ولا كما يغيرش. راهو اليوم عندنا ازمه كبيره، وين ماشيين بكورتنا؟ شنو نحبوا من كورتنا يا اخي؟ عاملينها شماعه باش نسوقوا ولا باش نخبيوا مشاكلنا ولا شنو؟ اليوم لازم نقولوا الحق ونقفوا بالرسمي، نقفوا على واقع كورتنا، لانه الطوفان باش يغمرنا وباش يهزنا لبعيد. خلينا نمشيو ونشوفوا الحاله نتاع حارس المستقبل الرياضي بالمرسى. جاي كنيس البوسعيد باش نعطيك الكلمه بعد ما نشوفوا حاله الحارس تاع المستقبل الرياضي بالمرسى، اللي والحمد لله نقولوا اليوم مش خرج سلامات وغادر المساحه اللي موجود فيها. نشاهدوا الروبورتاج هذايا ونسمعوا حارس المستقبل الرياضي بالمرسى شنو قال. اللي صار البارح ما يليقش بفريق معنا بعرقة حجم الملعب التونسي وبعرقة مستقبل هذا بالمرسى. ذي اللي نجم أقول لك معنا. ألف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي. ربي مكتب لي معناها مرة جديد الحمد لله. نشكر العبيد اللي جيت معناها واللي زارتني الكل بعد ما زفر العبيد. شو ما صار اللي صار اللي صار في الماتش؟ انا في بالي ماشي الفستير على روحي، ما انا فهمت شو افكتيفمون انا علاش جريت، على خاطر كنت مره ماشي الفستير عادي ما فهم حتى شيء. ما انا نشوف جورت ستاد خالتين ورايا، ما انا جيني انفاس هك فهمت، كي هما جيني انفاس انا ما انا رصيتي باش نبعد، يزيني نبعد عليهم باش نبعد عليهم بالمشي، ما يزيني نجري. كي جريت بعد شويه حصير كاو صار اللي صار. وكاو اللي شفته قدامي مشهد كبير برش، شفت انسان قاعد معناتها يتخبط في الدم نتاعو والناس طايحه اللوطه والناس مازالت تضرب. يعني يوسف هذا انجاب وعجوبه، انجاب كان بالمناسبه ذي. بربي نحب نشكر فما عون نتاع حمايه مدنيه قام بمجهود كبير برشا اللي ينقذ يوسف اللي جبده من تحت الناس. شكر زاد للمن اللي كان متواجد اللي قام بدور كبير. الحمد لله اليوم يلزمنا نشكروا العباد هذه اللي قاعده تعطي في مجهود كبير في الملاعب نتاع كره القدم. الف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي. جميع انسام انا راه جيت من الموت، راه انا كي فقت حليت عيناي نقعد بيت تبكى. راه وانا ما عندكش فكره على السنساسيون اللي حسيتها، معناها وانا انسان معناها نشوف العباد تبكى نغزر لهم هكا كيفاش تبكاو، معناها ظهر نتاع انسان معناها كان معناها وانا الحمد لله، معناها واحد يقول الحمد لله. انا باش نتبع معناها حقي للاخر، باش نتبع معناها عملنا المحضر مع الجمعيه، باش نتبع خويا حقي للاخر ومن نسلم في حتى شيء اخر، خاطر انا ما ظلمت حتى حد. فمش علاش باش يوصلوا معايا عبد للسيتياسيون هذه؟ علاش؟ خاطر الكوره معناها باش تيح استاد باش تو سيي معناها كي ضربوه سيي معناها خذوا لي 3 بوان تاعهم ونجاو من الملم تاعه. مش معقول اللي صار، مش معقول. ربي يهديهم هكا وربي يهديهم. اما الكوره في تونس بالحق ما فسدت برشا. الف سلام عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي بعد الشر علي. أنيس نرجع معك، أنت شفت الحالة متاع العائلة، أكيد فجعة كبيرة، حاجة ما تشرفش أنت لعبت الملعب التونسي ولبست مريول الملعب التونسي. الشيء اللي صار يذول يزيد يأزم الوضعية في الملعب التونسي. شيء حشم. أنا بحضور سيد أحمد نطلب منه سماح من عائلة اللاعب، سماح من يوسف طرابلسي، نطلب منه سماح، نعتذروا له باسمي واسم لاعبين الملعب التونسي. أنا واحد من الناس ضربت، إذا كان تشوف اللقطات هذيك أنا واحد من الناس ضربت، خاطر أنا انتميت نار للملعب التونسي، وكل واحد انتمى من قريب ولا من بعيد الملعب التونسي هو امبليكي يعني في 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 اللي صار هذاك. نطلبوا منهم ونعتذروا منهم. بورتون اللي يوسف طرابلسي يعني اشو ما قبلش الاعتذار، لكن ان شاء الله يعني بعد بالوقت شويه يعرف اللي الله غالب. يعني فما عباد عملت رياكسيون كيما كي
نتمنى اللي يعني هذا لا يمد بسيله لا تاريخ الملعب التونسي لا بالعراقه نتاعو لا بالتربيه تربيناه في الملعب التونسي ملي احنا صغار الملعب التونسي عمر نيس من بعد ما عمل العمليه ان شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ذاك حد الباس. قلت لك مشاهد سورتو عائلته تفاجئوا عليه يعني يبكيوا بجنبه يعني حاجه يعني ماهيش بالحق يعني ما تلقاش الكلام اذا كان مش تحكي في الملعب التونسي تربيت من اللي عمري 12 سنه عمرهم وعمرنا وعمري ما شفت الملعب التونسي صارت حتى يعني حتى مشاجره ولا حاجه كيما كي على الميدان. الحاجات اللي صارت هذه ندد بها بقوه. اليوم الهيئه المديره نتاع الملعب التونسي قامت بالاجراءات اللازمه وعامل دي سانكسيون للاعبين، اللاعبين بيدهم راهو. وانت تحكي على شوف شكل المديره شوف شكل اللاعبين اليوم اللي 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 بالحق اللي ضربوا بون مانيش نقول اسامي اليوم والله العظيم يعني كحدهم حسوا البارح من البارح في الليل حسوا اليوم عملوا غلطه كبيره. اما ما ينفعش نعرف ما ينفعش واحد يعمل قضيه ظاهره بالقصد دقيقه والله كان فما معناتها مجال باش ندافعوا على اللاعبين ندافعوا ما فماش مجال الحكايه نعرف ما تنجمش قاصدينها معناتها يشوفوا فيه رجل طايح ولكن شوف اليوم يعني صارت حاجه لازم الوقفه الحازمه الحكايه هذه على خاطر الحكايه اللي صارت اليوم هذه تسلسل نتاع حكايات صارت من عندنا موسمين ثلاثه. انيس وانت تحكي على الشيء اللي صار اليوم هيئه الملعب التونسي اتخذت اليوم عملت اجتماع واتخذت بعض القرارات خلينا نذكر بها المشاهدين نتاعنا اتخذت لها المدير الملعب التونسي يوم الاثنين 23 مايو مجموعه من القرارات التاليه ايقاف الحارس قيس العمدوني والمدافع محمد بن علي لمده 6 أشهر عن النشاط وخطايا ماليه توجيه توبيخ لكل من سيف الدين بن عكرمي هشام عباس وحمدي رويد بسبب عدم نجاحهم في تهدئة زملائهم وإيقاف خالد القربي عن النشاط إلى نهاية الموسم مع أخطاء مالية مع إمكانية فسخ العقد.